أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن عملية الملء بشكل أحادي لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث يشكل خطرا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل السد. وأعرب حمدوك عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو بدعمهم للسودان بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي في القضية. شب حريق محدود في صالة المغادرة العالمية بمطار الخرطوم الدولي نتيجة التماس كهربائي، وقالت إدارة المطار إنه تم إخلاء الصالة من الموظفين والركاب بواسطة ضابط الصالة وأمن الطيران لضمان سلامتهم. كشفت فيديوهات مسجلة لرئيس الوزراء الأثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين اعتراف أديس أبابا بالحدود الراهنة بين السودان وأثيوبيا وفق الاتفاقات الدولية، وانتقد ديسالين عصابات الشفتة وقال إنها تسعى لتوتير العلاقات، مجددا تأكيده على أن أثيوبيا تعترف بسيادة السودان على هذه الأراضي. أعلنت ولاية شمال كردفان عن عزمها على إنشاء مصنع لتصنيع الصمغ العربي وتصديره مصنعا بدلا عن الخام، وقالت الولاية إن قيام بورصة للصمغ العربي من المشاريع الكبيرة التي ستقام بالولاية ممولة من بنك التنمية الأفريقي ب 18.5 مليون دولار. نفت وزارة التعليم العالي تحديد موعد إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي للعام 2020-2021، وأكدت أن موعد إعلان النتيجة سيتم تحديده بموقع الوزارة الرسمي وعبر مواقعها بوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة إن النتيجة أصبحت الآن قيد الإجازة تمهيدا للإعلان.